تزامناً وحملة الحصاد والدرس بولاية بجبعريريج، تتواصل عمليات استقبال المحاصيل الفلاحية على مستوى مختلف المخازن التابعة لتعاونية الحبوب والخضر الجافة بعين تسارة. العملية سخرت لها جميع الإمكانيات لتجميع وتخزين المحصول في أحسن الظروف. منطلقين في عملية حمل الحصاد والدرس التي سخرت لها إمكانية كبيرة من حيث العتاد، من حيث الإمكانيات، من حيث الموارد البشرية، حتى تكون العملية ناجحة، ابتداء من العتاد الذي خصت له أكثر من 470 آلة حصاد، كذلك 1500 جرار و1500 عربة نقل، وكذلك 9 نقاط للجمع الحبوب. ولاية برج بعريريج استفادت من تقريب 6 نقاط تخزين وجمع الحبوب بقدرة أكثر من 1,600,000 قنطار. عملية استقبال منتوج القمح من الوحدات الإنتاجية وتخزينه على مستوى الصوامع سيسمح بتصنيف المحصول وفق مسار تقني إلى قمح موجه للاستهلاك وقمح موجه للمعالجة وإنتاج البذور. استقبلنا منتوج للمزرعة النموذجية فاطمة علي اللي هي قمح صلب بوسلام، تمت استقبال كمية تفريغها ثم المرور على عدة مراحل للحصول على كمية بذور صافية ونقية الموجهة لعملية البذر للسنة المقبلة إن شاء الله. تعامل مع تعاونية البقول وتعاونية الحبوب البقول الجافة، يعني كشريك أول يتم تمويل المزرعة بالعتاد يعني المطلوب، ويتم نقل كامل المنتوج إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة للولاية 100%، وذلك لتصنيفها كبذور للسنوات المقبلة. توفير احتياجات الفلاحين من البذور المنتجة محلياً عوض استيرادها سمح بتحقيق نتائج إيجابية في إنتاج القمح الصلب بالولاية، بالإضافة إلى توسيع مساحات الزراعات الاستراتيجية الأخرى. بالنسبة لهذا العام قد استفادت المزرعة بالتمويل من طرف الدولة كباقي الفلاحين نظرا لعام الجفاف الفارط، وذلك بتمويلنا بالبذور والمدخلات 100%. ولاية برج بعريريج تشهد توسع للمساحة المزروعة من الحبوب وزراعة الاستراتيجية الأخرى التي أولت لها أهمية كبرى وخصصت لها إمكانية كبيرة، ومؤخرا كان قرار لسيد رئيس الجمهورية بمنح البذور والمدخلات مجانا للفلاحين الذي شجعهم على الخوض في هذه الشعبة وزرع مساحات كبرى بلغت أكثر من 70,000 هكتار. ولاية برج بعريريج وعلى غرار عديد الولايات يراهن عليها لتصبح قطبا في إنتاج البذور وتطوير محاصيل فلاحية استراتيجية خاصة الحبوب للمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد وضمان الاكتفاء الذاتي.